لم تهدم هذه الجولة من القتال في غزة المباني وتقتل ساكنيها فحسب، بل قضت على أحلام الآلاف أيضا. أتى الاحتلال الصهيوني ودمر حلمي وحطمه بالكامل. كيف بدي عيش حياته؟ وضع أطفال غزة حاليا ما فينا نوصفه إلا بأنه كارثي على جميع المقاييس. طموحي تدمرت وأحلامي. الشتا بيزيد المعاناة معانا والبهدلة وكل تلكيمة، وأنا مقبولة كلمتنا كمان. انهيار كبير للمنظومة الإنسانية في قطاع غزة على كافة المستويات. منهم من لم يجد سوى الأرض لوحة ليسطروا عليها أحلامهم. إيش بتعمل هذا أنت؟ بعدما أفقدتهم الحرب القلم والكتاب والمدرسة وحتى المنزل الذي كان يأويهم. ومنهم من اشتاق ليوم من أيام ما قبل الحرب، جدران لبيت تقيه برودة اليوم وتمنحه آماناً، بات عصياً على تلك الخيمة. الطبيعة أيضاً كانت قاسية هي الأخرى على سكان غزة، حيث زادت العواصف والأمطار المتواصلة في فصل الشتاء من معاناة ما يزيد عن 2 مليون نازح في القطاع. حليمة طعيمة سيدة سبعينية تركت منزلها في شمال غزة هرباً من الغارات الإسرائيلية، لكنها الآن تعاني بسبب عدم قدرتها على العيش في خيمتها التي امتلأت بالمياه. عدي يا ما عدي 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 هيك المية يا ما عيني المية تحتك هيك بتخش على ناي ما خذتها المية فوق وعينا وتحتينا تابح المية احنا بنسبح مع المية دايما انت شايف يعني ربنا شو نعمل يعني وعنا عايمين وغير كنين عنونا من شان الله يا ناس الشتا بيزيد المعاناة معانا والبهدلة وكل تلكيمة وأنا مقبولة كلمتنا كمان نتحدث الآن عن انهيار كبير للمنظومة الإنسانية في قطاع غزة على كافة المستويات، على المستويات النفسية، على المستوى الإغاثي والمعيشي، على المستويات الصحية، على مستويات الحركة من وإلى خارج قطاع غزة. مئات الآلاف من الجوع في شمال قطاع غزة، سوء التغذية يضرب كل سكان منطقة شمال قطاع غزة وبالذات الأطفال. تشتاق الطفلة غزل وأصدقاؤها في المخيم للبيت والمدرسة. اشتقنا للحاجات اللي نطلع على مدرستنا ونروح ندرس وبشي، بس هيك صرنا نازحين وما بنقدرش نطلع على مدرسة ولا اشتقنا لبلدنا، يعني انها احنا كنا بلدنا هنا هيك عايشين منيح، يعني هير اجوا وصاروا نشوف فينا اشياءات يعني هيك جثث وعذبونا والشارع تحيا ويموت صرنا نروح مكان على مكان وتشوفوا البيوت تدمر بس يعني صار ما عندي جواب. حبيتوا على المدرسه؟ يا ريت تيجي. يشتاقون لحياة بلا حرب، بلا أصوات لطائرات مسيرة لا تكاد تفارق آذانهم. رغم بساطة الحلم لكنه بات أمنية بعيدة المنال في غزة. يجلس محمد الزهارنة يستذكر حياته ما قبل الحرب، غرفته وألعابه التي كان يناجيها كل مساء، وفجأة تحولت إلى كوم ركام. أتت الحرب بما لا تشتهي طفولته وتركته نازحا إلى مكان لا يعرفه، لكنه ذهب إليه بحثا عن الحياة. أسابيع من الحرب
كانت كافية لإجباره على التنازل عن أحلام الطفولة وتحمل المسؤولية كما الرجال. حقه بالطفولة محروم، يعيش زيه زي أي طفل، بده يلعب، بده يرجع مدرسته، يتفقد أصحابه، بسألني على هذا أصحابه وعلى هذا موجود، بقول يما مش بعرفش مين موجود ومين مش موجود. نفسه الولد يروح، يعني نرجع بيتنا، يعيشوا كباقي الأطفال زي ما كنا عايشين بأمان. هذا طفل يعني من حقه يعيش طفولته زي أي طفل في الدنيا، زي أي طفل في العالم، بس محروم من حق الطفولة. يعني هو طفل صار ما تحمل مسؤولية راجل. أنا اللي بعب وبجيب، وكل يوم بروح بعبي مية من هاللمة عشان تغسل الغسيل، وإحنا الحمد لله عنا مستورين، قاعدين ومستورين الحمد لله على كل إشي. لما بكون نايمة بالخيمة هنا بكون القصف، يعني بكون بقول مش متوقع، يا ترى الصبح مثلا يكون دورنا احنا برضو يجي يحملونا من هنا شهداء، يعني كباقي الناس اللي ماتت ولا كيف. يعني مش متوقع نهار حيطلع او مش حيطلع. لو ابني طلع برا وصار قصف بخاف بطلع اجري، ابني طلع بعرفش ابني وين راح، يمكن ابني راح مكان القصف اللي صار. يعني فيش امان، بس اللي بنطالب فيه الامان، نعيش بامان، نرجع بيوتنا. احنا نفسياتنا هنا محطمة، هياكل بني ادمين. مع كل وجبة يبدأ محمد رحلة البحث وسط خيام النادحين عن وريقات وبضع قطع من أخشاب علها تشعل نارا تكفي لطهي وجبة لتطفئ نار الجوع وتخفف من برودة الطقس. الحلم بسيط، فقط أن يعود به الزمن لما قبل الحرب. تعال 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 هبا يقولون إن السعادة قرار. يلا يلا يلا. يداعب محمود صغيره لجلب قليل من البهجة لقلبه، بهجة باتت عملة نادرة في تلك الظروف الصعبة. بنحاول نش أقعد ألعب معهم، نضحكوا شوي على قلية، يغيروا شوي من الأجواء اللي هم عايشين، الأجواء الكئيبة اللي هم شايفينها. ولما يسمع صوت القصف بخاف وبرتعبه، وهذا بيجري وهذا بيروح بلحق ورا الثاني من كتر الخوف، وهكذا عايشي. يعني كله خوف ورعب، واطفال مش عارفين يلعبوا زي الاطفال الثانيه، بلهم مش حقوق في اللعب. هنا في مخيم النصيرات للنازحين، حيث لا اماكن للعب ولا وسائل للترفيه، حتى ابسط مقومات الحياه تكاد تكون معدومه. أما يوسف أبو السعود فمصيبته أكبر. غيروا شفت مستشفى، مش عارف أجيبها لحتى الآن، وقديش مبلغها؟ 40 شيكل. المبلغ تافه، بس أنا معيش 40 شيكل، أروح أشحت من الناس؟ لا، إيجك تسوي؟ صار الواحد إيش يقول لك يا الله، مش الموت علينا حق؟ تمام، صرنا نطلب حقنا نموت ونريح روسنا من العيشة هذه. ابنته التي ولدت أثناء الحرب لم تستطع أمها إشباعها، فكيف لأم جائعة أن تشبع رضيعتها؟ المفروض زي هذه بدها لحمة، بدها غذاء، بترضع يعني، وعندها اثنين مش واحد، بدها غذاء، بدها لحمة، بدها أكل، بدها شرب، بدها حاجة. لا في أكل ولا في شرب، حتى البنبص فيش عندها. نشحت من هذه من هذه من هذه، حتى هذه تبع جارنا أخذناه، قال خلصوا منه وهاتوه. فباتت هذه المسكينة الصغيرة تتضور جوعا كما هو حال سكان غزة. معيش لا حليب ولا بنبص لإلها، هاي آخر رضعات لإلها، علب الحليب تعونها فاضية، 4 علب منهم عشان بترضع، هي صناعي، كل 5 أيام بدها علبة حليب، كل 5 أيام بدها علبة حليب. بنتي معيش يعني أجيب لها، وضعنا صعب كتير. إحنا مش إنه يعني معانا وطلعنا إنه إحنا معانا مصاري، معناش. What I was going to say, the humanitarian situation in Gaza is so perilous that anything other than الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية، لدرجة أن أي شيء آخر غير السلام المستدام والمساعدات الطارئة على نطاق واسع سيعني كارثة لأطفال غزة. سأتحدث بعد ذلك عن الوضع السيء في الصحة والتغذية في مجال المياه والصرف الصحي، وكيف يهدد ذلك بحدوث كارثة لا مثيل لها بالنسبة لأطفال غزة. وفي ظل الاحتياجات الضخمة، فإن هناك عوائق واجهتنا لفترة طويلة هنا، وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي بذلت من قبل منظمة الأونروا واليونيسيف والمؤسسات الأممية كافة، يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم في مجالات التغذية والصرف الصحي.
تحذر منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن الأطفال في غزة دون سن الخامسة يواجهون خطراً كبيراً للإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة مع استمرار تزايد خطر المجاعة. وضع أطفال غزة حالياً ما فينا نوصف إلا بأنه كارثي على جميع المقاييس. إذا أخذنا طفل عمره 15 سنة حالياً في قطاع غزة، هذا الطفل لم يعرف خلال ال 15 أو 17 سنة الماضية إلا جولات متكررة من القتال وأيضاً الحصار الكامل، فبالتالي كان وضعه مأساوي ما قبل الوضع الحالي فيما يتعلق بالقصف المتواصل على قطاع غزة الذي خلف الآلاف من القتلى بين الأطفال وعشرات الآلاف من الجرحى، وإذا أضفنا إلى ذلك الوضع الإنساني المتدهور فيما يتعلق بانعدام الغذاء الكافي، بانعدام الصحة، بانعدام أيضا المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، فكل هذه العوامل تمثل العاصفة المثالية فيما يتعلق بتهديد حياة الأطفال في قطاع غزة. لم تهدم هذه الجولة من القتال في غزة المباني وتقتل ساكنيها فحسب، بل قضت على أحلام الآلاف أيضا. عاصف صاحب الاثني عشر عاما كان لاعبا ضمن أحد فرق كرة القدم للأشبال في غزة، لكن غارة إسرائيلية أفقدته إحدى قدميه. ليس هذا فحسب، بل فقد أيضا معها حلما طالما سعى لتحقيقه. عاصف من شدة حبه في الكرة أخذ الكرة ولعب على الباب، أنا قلت ما تبعدش لأنه في حرب على غزة ما تبعدش، كنت بخاف عليه طبعا كأي أم فلسطينية. ما لحقش يلعب على الباب، له 10 دقائق بس. طلعت ما لقيتش من صوت الصاروخ، طلعت على الباب عرفت اني ما مش حلاقيه، ما شفتش الا الحجار في المنطقه كلها طايره في الجو هيك طايره، بدورت عليه من كثره الغبره في المنطقه مش لاقياه، لكن الشباب وجدوه تحت الركام وشلنا رجله، لما شلنا يعني جينا نحمله نشيله ما شفناش رجله الثانيه، ثاني يوم لقينا رجليه. كنت واقف وبمشي احنا واصحابي عشان نروح لصاحب الارض، نزل الصاروخ لقيت حالي فجأة نايمة من جهة اليمين وطايح، أنا بحاول أقوم لكن فكرت في حجر على رجلي، بطلع زي بدي أشيل الحجر وإن لقيت رجلي مقطوعة، ضليتني وقعدت أزعق على أخوي مؤيد اللي هو جاء وشالني ووداني عمي على المستشفى حتى يعالجوني، ودونا مستشفى العودة وأنا في الإسعاف، بعدها جابونا على مستشفى شهداء الأقصى. هاي شوفي. لا تدرك هيا الأشقر صاحبة العامين الموجودة في أحد المراكز الطبية بجنوب غزة حتى الآن أن والدتها وأباها وإخوتها قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي أصيبت فيها. هي أيضا لا تعرف حتى معنى الفقد. خلص. هيا واحدة من عدد متزايد من الأطفال في غزة الذين فقدوا والديهم وفي بعض الحالات أسرهم بأكملها، ويعتني بهم أقارب بعيدون أو أصدقاء أو حتى غرباء. طلع لك واحدة نام. تيسير الأشقر ابنة عم هيا ترعاها وارتبطت بها بدرجة كبيرة، بس تيجي هي لحضني بتشبت فيها انه خلص انا وامها، بس تنام بكون ممتنة انه هي صارت احسن، هي اليوم لعبت، هي اليوم اكلت، هي اليوم حكت، اليوم غنت، اي اشي هي بتعمل بكون يعني خلص اشي زي كأنه المعجزة، لأنه كانت هي أول شيء ما بتعملش ولا إشي، قاعدة بس يعني ممددة، وما كنتش متوقع أصلاً إنه هي ترجع تمشي بهاي الطبيعية، يعني تمشي تجري تلعب تحكي صارت تتفاعل مع الأطفال، لا ما كنتش متوقع صراحة إنه كان وضعها صعب. أول شيء هي كانت تخاف، كانت وإحنا في الشفا تنتفض، هي قبل الإصابة هي ما كانتش تخاف، يعني كانت عايشة عنا ما كانتش تخاف، بعد القصف يمكن القصف نفسه
كانت ترتعش ونحن في الشفا، لين انا لما صرت تصحصح اقول لها هذا صوت بالون، بوم صوت بالون اللي صار. الوقت هي منها لحالها لما تسمع صوت، يعني زي الليله سمعنا صوت اللي صار في المستشفى عند الولاده، هي بتقول لي بوم بالون، قلت لها اه بالون هذا بوم مش شيء يعني. تصف اليونيسيف قطاع غزة بأنه أصبح المكان الأخطر على الأطفال في العالم، وتقدر المنظمة الدولية عدد القتلى من الأطفال بالآلاف، بينما تقدر عدد الأطفال الذين أصيبوا إصابات فقدوا على إسرها أحد أطرافهم بنحو 1000 طفل. الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أهليهم، الذين فقدوا إخوتهم، الذين كانوا هم نفسهم عرضة أيضا للقصف أو أيضا أصيبوا بجروح وفقدوا على سبيل المثال أحد أطرافهم، والذين راهوا بشكل شائع خلال هذه الحرب المتواصلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا أضفنا أنه ما قبل جولة القتال الحالية كان هناك 500,000 طفل في قطاع غزة يعانون من الخوف، من الاكتئاب، من الأمور النفسية، وبحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي. النزوح المتكرر أكثر من مرة، فقدان الأهل والأحبة، بالإضافة إلى ذلك عدم توافر أدنى متطلبات الحياة الأساسية، عدم الذهاب إلى المدرسة، فكل هذه الأمور طبعا تزيد من الأعباء النفسية على الأطفال. فنحن نقدر أنه للأسف الشديد حاليا في قطاع غزة كل الأطفال بحاجة إلى دعم نفسي وإلى دعم اجتماعي. لم تكن هذه الرضيعة التي لم يمهل القدر أسرتها لتطلق عليها اسما أفضل حالا من هي الأشقر. هذه الطفلة بدأت معاناتها قبل أن تولد، حيث قتلت والدتها وإخوتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، واستطاع الأطباء إخراجها من بطن والدتها لتبدأ حياتها يتيمة ومهددة بقصف المستشفى الذي يأويها. هذه الطفلة طفلتنا الشهيدة الله يرحمها نغدين أبو شمالة، وصلتها مستشفى النجار بعد أمها استشهدت ولدها عملية قيصرية في مستشفى النجار. أنا مستشفى النجار فيش في مستشفى ولادة بصراحة، اشتغلوا أطباء الجراحة معاها، وكانت الأم طبعاً مستشهدة وكانت متعرضة لنقص أكسجين شديد، وتعاملنا معها بس بصراحة الطفلة في وضع صعب للأمانة يعني. إن شاء الله ربنا يلطف فيها وتعدى على خير. تقول اليونيسيف إن حياة 1,000,000 طفل في غزة باتت في خطر في ظل انهيار الخدمات الصحية للأطفال في أنحاء القطاع. وأضافت المنظمة الدولية أن الانهيار شبه التام والهجمات التي تتعرض لها الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في أنحاء غزة يهدد حياة جميع الأطفال في القطاع. يجب عدم استهداف المنشآت المدنية التي يعتمد عليها السكان للحياة، مثل المستشفيات، مثل المدارس، مراكز الإيواء، خدمات المياه والصرف الصحي. كل هذه العوامل يجب أن يتم احترامها من جميع الأفرقاء وعدم استهدافها وتقديم الحماية اللازمة لها. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب فيما يتعلق بالأطفال، فيما يتعلق بالقتل أو التشويه أو الاختطاف، كل هذه الأمور تمثل انتهاكات أيضا لحقوق الطفل، ويجب على جميع الأطراف الامتناع عن ذلك في جميع الأوقات، تقديم الحماية المناسبة. فبالتالي نرى أنه خلال القتال الحالي والقصف المتواصل، أنه للأسف الشديد هناك تشكل خروقات لاتفاقيات جنيف وأيضا لحقوق الطفل، من حيث العدد الكبير الهائل من القتلى بين المدنيين وخاصة بين الأطفال. وكأنها حرب على الأطفال. يمتلئ ما تبقى من مستشفيات غزة من مختلف الأعمار، يعانون من إصابات مختلفة، ومنهم من فقد حتى حقه في العلاج. الوضع كارثي جدا في قطاع غزة من ناحية المنظومة الصحية،
يعني في أي دولة القطاع الصحي يعتبر في مقدمة الخدمات التي تقدمها الدولة إلى سكانها. في حال ما انهار هذا انهارت القطاع الصحي الارتدادات على أهلنا في القطاع سيئة جدا، لأن المريض إذا وين بده يروح، يعني خاصة أن هناك في حصار كامل لا يستطيع المواطن الخروج إلى أي مكان، يعني يجي على الضفة أو يطلع إلى مصر إلا من خلال التنسيق، ولا يوجد تنسيق في مرحلتنا الحالية، فبالتالي الأمر يكون على حساب صحة وحياة الناس، وهذا تتحملها إسرائيل في المقدمة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية في المقدمة الثانية. يوجد هناك ضحايا كبيرة في قطاع غزة، أولها الشهداء الأكرم منا جميعا الذين قتلوا في هذه الحرب. نحن الآن لم يعد لدينا مجال أن نستكمل وضع الأعداد القتلى من أبناء شعبنا، نتيجة أولا أن هناك في دمار شامل، وتحت الدمار يوجد مجموعة كبيرة من الشهداء الذين لا نعرف عنهم. حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها مؤخرا من أن سكان غزة يعانون من أزمة أو مستويات من انعدام الأمن الغذائي. الجوع ينتشر في كل مكان، ولدينا خشية بأن الجوع سينتقل من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة أيضا بدرجة كبيرة. هو موجود ولكن ستتسع دائرته. حسب الإحصائيات الموجودة لدينا في قطاع غزة، كل كيلومتر مربع من مساحة قطاع غزة قتل أو جرح أو فقد 276 شخص، منهم يقتل يوميا 63 امرأة. يرمز غصن الزيتون في ثقافات قديمة إلى السلام. جرافات الجيش الإسرائيلي اقتلعت أشجار الزيتون وكسرت أغصانها وطردت أصحابها من أراضيهم. هذا الاحتلال سوى فيها يكسر. بحسرة يمسك نبيل العطار بما تبقى من أغصان الزيتون، متسائلا عن سبب اقتلاع أشجارها. أي حالة المزارع بروح بلاقي أرضه زي كلها مجرفينها ومقاطعينها زيك، مش حرام عليهم؟ ايه ذنبه الشجر هذا؟ ايه ذنبه؟ بيعيشوا منه الاطفال والبنادمين والطيور. قبل الحرب كان البحر يمثل منفذا لبعض سكان غزه للصيد وتامين جزء من غذائهم، لكن اشتعال القتال حرق ايضا مركب الصيد الصغيره لاسماعيل ابو جياب. أي الحال المال أبوي تعب فيه 50 سنة، 50 سنة أبوي تعب فيه، حسك ملهاش أسبوع مفرحين عليها انحرقت وطلاق وتكسر وتحزق والغزول محروقات يا خال. هاي غزل غزلين، هاي في مال هن محروق وفي مال غاض محروق كمان. وضع الصياد الله يعينه، بقى يجي الصبح يصاح ويدوب يمشي حاله المصاريد بلمهن، وضعه يعني تحت السفر، ماكلين هوا في الدنيا، مال بروح والبحر 600 فاتحين اياه والزوارق بضل يطخ علينا، وين ما تروح ماكلين هوا. اقصى ما يتمنى سكان غزة هو ان تتوقف الحرب. نتمنى من الله انه توقف الحرب وترجع حياتنا كما كانت في السابق، نرجع على بيوتنا وكل واحد يرجع على دياره، ورغم الدمار اللي صار والألم اللي فينا والجروح اللي فينا. نفسي أطلع كباقي اللاعبين المشهورين الذي مثل كريستيانو رونالدو أو ياسين بونو أو كريم بنزيما. تكون توقف الحرب ويرجع أسرانا من عند اليهود إن شاء الله، ويرجع أسرانا اليهود إن شاء الله، وخلص بتخلص الحرب. لكن حتى وإن توقفت فستترك تداعيات كبيرة على الحياة في القطاع، وجروحا وندبات عصية على الاندمال داخل نفوس أطفال غزة. خلال أوقات الحروب والقتال أيضا هناك الجروح الغير ظاهرة، وهي أيضا الجروح النفسية التي تصيب خاصة الأطفال. فإذا نظرنا إلى قطاع غزة قبل
جولة القتال الحالية كان هناك تقريبا نصف مليون طفل يعاني بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي. ونحن نعرف أنه في قطاع غزة تقريبا يشكل عدد السكان 2.3 مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، مليون طفل. فما قبل جولة القتال الحالية نصف مليون طفل كانوا يعاني من الأمور النفسية، من الاكتئاب، من الحزن، من الخوف، وكانوا بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي. وسط الغارات والقصف استلقى الأطفال في مخيم النصيرات بعضا من الوقت للعب والضحك رغم صعوبة الأوضاع. وفقا لليونيسيف فإن أكثر من 20,000 طفل ولدوا تحت نيران القصف في غزة منذ بداية القتال وحتى يناير لعام 2024. ورغم مرارة الحرب وقساوتها يبقى الأمل قائما في مستقبل بلا حرب، مستقبل يحمي طفولتهم، يذهبون فيه إلى مدارسهم، يعيشون في دفء الأسر دون خوف ولا قهر.